خليني من السياحة الدينية، لأن السياحة الدينية قد تكون محدودة. يعني لا هو فقط أنا لا السياحة الدينية هي جزئية طبعاً، جزء من السياحة بصورة عامة، أنا ما أقصد السياحة الدينية. وياك أنا هسه الآن يا أخي عندنا إحنا هنا في محافظة ذيقار. طيب. اللي هي ثالث محافظة من رابع محافظة من حيث إعداد السكان، تعال شوف السياحة اللي عندنا، سياحة الصحراء، سياحة آثار أور. الزقورة، سياحة الأهوار. سياحة الأهوار، سياحة ما يسمى باللهجة الشعبية اليشن أو التلال الأثرية. لو حفرت عندنا في قضاء الرفاعي مملكتين، مملكة يوخان وتسمى باللهجة الشعبية أم العقارب، أو هاي مدينة كاملة صدقني لو انحفرت واندثرت انقلب العالم من اليابان إلى المكسيك للمطالعة هذا الأثر العظيم. فقط يوخان فقط يوخان عندك معلومات عنها؟ هذه بالرفاعي. نعم بالرفاعي، غرب الرفاعي 20 كيلو متر غربا، 20 كيلو متر غربا. على كل أنا قبل 4-5 سنوات أيضا كنت في زيارة إلى الشبايش، قضاء الشبايش إلى منطقة الأهوار، والتقت بي قناة العراقية بالصدفة. طيب. وأنا نشط في هذا المجال يعني، وأعيش برا وممكن أجيب وفود سياحية إلى آخره. إحنا من رحت للقضاء يعني حتى ما توجد علامات مثلا نقول بعد 20 كيلو بعد 10 كيلو بالضبط 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 أمامك. يعني خلينا نقول انه انت باعتبارك دليل سياحي، خلينا نقول باعتبارك دليل سياحي اليوم، شنو اللي تحتاجه حتى تنشط السياحه الموجوده بالناصريه؟ حبيب السياحه اولا يعني، وهذا الكلام راح انتقد عليه ولكن لازم تقوله من حقك. اولا انت في سياحه وانت محرم لكل شيء، خلي السائح الاجنبي وفر له اول مره الفنادق المرافق. انت تصور اذا تجي للشبايش والعفو من التلفظ ما تجد مرافق حتى تقضي به حاجه طبيعيه، ماكو مرافق. طيب. مع حمام يعني تواليت. طيب طيب هاي وحده. علامات اشارات ماكو. الكحول ممنوعه بكل حذافيرها وكانها جريمه العصر، في حين المخدرات تنتشر. انا اريد مو طبعا ما اقصد اني اريد الناس اللي يجي من المانيا ومن المكسيك ومن اليابان اللي يشرب بيره يا اخي، انت ليش ما نحى عليه؟ انت كاتب لك التدين عمي وحرام عليك لا تشرب، صح لو لا؟ احنا لو نشط السياحه، هاي راح اتكلم عن السياحه العامه وليس السياحه الدينيه باعتبارها مقدسات. واضح. احنا ما عندنا بنيه تحتيه صفر،